السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. توقيع اتفاق بين الحكومة الانتقالية ومسار الشمال، والبرهان يقول القوات المسلحة تبقى وفية للشعب السوداني وتسانده للوصول إلى انتخابات حرة. رئيس تحالف نهضة السودان التيجاني السيسي يقول إن الاستقطاب السياسي زادت وتيرته في السودان ولا بد من وفاق وطني للعبور بالمرحلة الانتقالية. ورئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار يقول الشارع الذي خرج بعد قرارات 25 من أكتوبر شارع مصنوع وفيه ثلاث جهات. الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة يطرح مبادرة لمعالجة تفاقم العنف القبلي في السودان. ورايتس واتش تدعو لنشر مراقبين في إقليم دارفور بغرب السودان. أهلا بكم إلى التفاصيل. تم اليوم بفندق السلام بالخرطوم توقيع ملحق اتفاق بين الحكومة السودانية الانتقالية وأطراف العملية السلمية مسار الشمال، وذلك بتقسيم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم على أن تكون نسبة حكومة الإقليم الشمالي 30% ونسبة الحكومة القومية 70%، ويسري الاتفاق لمدة 10 أعوام. رئيس المجلس من السيادة دائما بنناقش لأنه في نقص في حنا في الشمال وحنا في الأوسط، وأمس هنا في اجتماع مع الفريق أول متي بنناقشنا في إطار كيف ندعم المنطقتين في تقسيم الثروة والسلطة، لأنه الناس ما ينزل حنا في ناس قدموا في ناس عكروا، الناس مسؤولون في هذا الوطن الحبيب. إحنا أمركم نحييكم بإنجاز كبير اتصل اليوم بموافقة الحكومة. الدول يعوف قام بادر وافق لحن يكون فيه نسبة لمنطقتين. وافق شركاكم في اتفاقية جبل السلام زملائكم في الجفا السورية. واليوم نحن سعداء نحضر التوقيع بمفوض بالدكتور بلوم مفوض العام للسلام، واحد من الناس مفوض بتاعه جبل السلام، وبوجود دكتور هدى من الناس زهرونا مرة هبة زهرونا مرة في جبل، ونواصلنا في تفوت، وكان من الناس المشجعين، كان أكبر وكذاك وزير مالية حميد عن السلام يتم في السودان عشان يقدر ينجح بأقلاصه للسلام ضاحي بكرسي بتاعه عشان بالسلام من عائلة السلام في بلد. ونحن إن شاء الله نواصل بحسن نفس الروح ونواصل باتفاق دائما النقاش بيوار بيننا نوصل لحل كل حل قضايا السودان. الآن قضيكم حل، نحن ماشيين لحل في شرق السودان لإتلاف في مسار وإتلاف مع موقع الاتفاق الشرق الاتفاقية جبل السلام. إن شاء الله نلقى كل ولود لأن هي المشاكلنا بجلوس جماعة بدون أي حاجة. السودان كبير شينا، عيار كبار في السودان موجود، وراثة كبير، وكيرا السودان كتير جدا. ما في تانى اتلاف، أي كلام نتيمه بيوار بتربينا نناقش فيه. نجاكم نشيبونا في السنتين في جيوبة دماء نفع ودماء نفع ودماء نفع. لكن الحمد لله الأمور مشى. ودهنا نعكر لكم نحن حال منطقتين بإنجاز اليوم القدمتو. مش لنفسكم لحالكم، ما في واحد فيكم عنده منفعة إلا مناطق، إلا حل المنطقة، التنمية لحل المنطقة، الإرادات لحل المنطقة. إحنا نحنيكم ونحني حل المنطقة. إن شاء الله نواصل في تنفيذ اتفاقية السلام جوبا، ولحد ما يولع نور للسودان كله ويكون ترجمة لكل دول الجوار ويكون سقراء للسودان، لأن السودان موقع استراتيجية بتضم الشرق والغرب والشمال، نحن كلنا توحيد في سنتر.
قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الشعب السوداني سيواصل استكمال عملية التحول الديمقراطي رغم ما يحاك له من مكائد وفتن ومحاولة البعض اختطاف ثورته. وأكد البرهان لدى مخاطبته تخريج أكاديمية نمير العسكرية العليا إن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستساند الشعب السوداني حتى الوصول إلى انتخابات حرة يختار فيها الشعب من يمثله عن طريق صناديق الاقتراع. أن أحيي الشعب السوداني وهو يواصل بصبر وعزيمة نحو استكمال مسيرة التحول الديمقراطي، رافعا شعارات ثورته المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، رغم ما يحاك ويدبر من مكائد وفتن ومحاولة البعض لاختطاف دم الشباب وعرق الثوار وتوظيفه لمكاسب ذاتية أو أيديولوجية أو لخدمة مصالح دول تزعى لفرض الوصاية على وطننا وإرادة شعبه. وهنا أؤكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل وفية لعهدها مع الشعب السوداني، وهي ترفع شعارها الله والوطن، ستظل وفية لقسمها في أن تحمي السودان وتحافظ على أمنه وسلامته، وستظل وفية لعهدها أيضاً مع الشعب في استكمال التحول الديمقراطي وإكمال الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى الدولة المدنية الكاملة عبر صناديق الانتخابات بإرادة وطنية وحرة. جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأكد البرهان العزم على استكمال مسيرة الديمقراطية في البلاد، مبينا أن الاتفاق السياسي وما سبقته من إجراءات تصحيحية هو المخرج وخارطة الطريق لا تراجع عنه، مشددا على ضرورة أن يبنى عليه ميثاق التوافق الوطني ويؤطر لاصطفاف كل ألوان الطيف السياسي ما عدا المؤتمر الوطني. إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع السيد رئيس الوزراء في 21 نوفمبر الماضي وما سبقه من إجراءات تصحيحية هما المخرج الآمن وخارطة الطريق لاستكمال مهام الانتقال. لذلك لا تراجع عما تم من اتخاذه من إجراءات أو ما تم الاتفاق عليه من مبادئ تحكم بقية الفترة الانتقالية، فهما الأساس الذي يجب أن يبنى عليه ميثاق التوافق الوطني الذي نعمل عليه جميعا بما يمهد ويؤطر لاصطفاف وطني عريض يشمل كل القوى الوطنية عدا المؤتمر الوطني المحلول. فلا سبيل لاستكمال الانتقال أو الإيفاء بمطلوباته دون حدوث ذلك، إنما تمر به بلادنا من ظروف وتحديات واقتتال وانقسام يتطلب من الجميع إعلاء القيم الوطنية وتغليب المصلحة العليا للدولة والتسامي والتسامح ونبذ كل ما من شأنه تفتيت العورة الوطنية، فالوطن فوق الجميع. قال رئيس تحالف نهضة السودان التيجاني السيسي إن الاستقطاب السياسي زادت وتيرته في السودان ولا بد من وفاق وطني للعبور بالمرحلة الانتقالية. وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي استمرار حالة الاستقطاب السياسي رغم قرارات المؤسسة العسكرية، محذرا من خطورة الوضع الأمني في البلاد التي تعاني من فراغ دستوري منذ شهرين. في 25 أكتوبر ونحن في هذه القوة دعمنا تلك الثورة ولسبب أساسي، أن الثورة دعت إلى الوفاق الوطني، ونحن نؤمن أن كلمة الوفاق هي الكلمة المفتاحية لحل أزمة السودان السياسية الآن والاقتصادية في آن واحد.
ولكن بعد 25 أكتوبر أيضا شاهدنا أن حالة الاستقطابات استمرت، خاصة حدة الاستقطابات في داخل قوى الحرية والتغيير، وشاهدنا أن هنالك تنامي في الاستقطابات الجهوية والقبلية والعنصرية، وأن هنالك هشاشة كبيرة جدا في الوضع الأمني في البلاد. في تقديرنا أن الوضع الذي وصل فيه السودان الآن وضع خطير، بلد بلا حكومة لفترة قريبة 50 يوم أو شهرين، بلا وزارة، بلا وزارة دفاع ولا خارجية ولا زراعة ولا داخلية، بلا ولايات، هنالك سيولة أمنية كبيرة جدا، هنالك صدامات في أجزاء متفرقة من السودان، حرب في مناطق جبل مون راح ضحيتها الكثيرين من أبناء السودان، صدامات في غرب كردفان في منطقة النهود، وأيضا مواجهات في منطقة كرينيك ذكرناها في منطقة ولاية غرب دارفور، ولكن في مناطق جدير هنالك أيضا صدامات، ولا أحد يتحدث عن احتواء هذا الوضع المتردي. وفي سياق آخر، أكد تيجان السيسي أن المواطن يشعر بالإحباط نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي الذي يمر به السودان. وقال السيسي إن الأزمة السياسية المعقدة ألقت بظلالها على الوضع الأمني وكذلك وحدة وتماسك أبناء الشعب، منوها إلى أن الأزمة السياسية فتحت الباب أمام التدخل الأجنبي السافر في القرارات السيادية للبلاد. يشير إلى أن هنالك حالة إحباط كبيرة جدا بيشعر بها المواطن السوداني الآن، هذا بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية المستفحلة، وبالإضافة إلى ازدياد وتيرة هذه الدعوات التي تدعو إلى المزيد من التشظي في المجتمع السوداني. أنا أود أن أقول إن هذه الحالة التي يشهدها السودان والتي لم يشهدها من قبل على الإطلاق، السودان في تاريخه الطويل لم يشهد أزمة سياسية معقدة بمثل ما يشهده الآن، وهذه الأزمة السياسية ألقت بظلالها على الوضع الأمني في البلاد، وألقت بظلالها على تماسك وحدة أبناء الشعب السوداني. بل أكثر من ذلك، إن هذه الأزمة وهذا الراهن السياسي المعقد عنده، أنا بفتكر في عاملين مهمين جدا وينبغي أن نفطن له نحن كجموع الشعب السوداني الآن. الوضع الحالي شجع التدخل الأجنبي بصورة سافرة في شؤون البلاد، وهذه مسألة ينبغي أن نركز عليها. لقد ضعفت الإرادة الوطنية نتيجة للاستقطابات السياسية الحاصلة، وده فتح الباب لولوج الأجانب، وأكثر من ذلك فتح الباب لتسيد المكون الأجنبي على القرار الوطني، وده بنفتكر انه اخطر عملية الان بيحصل في السودان، انه احنا كسودانيين ما عدنا نمسك بقراراتنا السيادية، ونرى الكثير جدا من الأجانب سواء كان سفراء ولا ممثلين يوميا يتدخلوا في القرارات السيادية بتاعت البلد، وده أمر ما مقبول على الإطلاق.
ونحن نطلق صافرة الإنذار، لأنه مثل هذا الأمر ممكن أن يكون له تداعيات خطيرة جدا على الوطن بأكمله. قال رئيس حزب الأمة الوطنية عبد الله مسار إن الشارع الذي خرج بعد قرارات 25 من أكتوبر شارع مصنوع وفيه 3 جهات. وأكد مسار خلال مؤتمر صحفي أن هناك ثوار حقيقيون لديهم قضية وطنية، بينما الجهات الأخرى تسيرها الأحزاب التي ذاقت طعم السلطة في حين غفلة من الشعب. وأشار مسار أن هذه الأحزاب أفقرت المواطن بجميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وحتى الأخلاق. المسألة الثانية انه انا افتكر انه الشارع اللي بيخرج ده بعد الثوره وبعد 25 اكتوبر الشارع ده مصنوع فوق 3 جهات. اولا في ثوار حقيقيين عندهم مشكله واصحاب حق حقيقي المفروض يكونوا موجودين في الساحه ويقولوا راي، وهم ديل ما حزبيين، اغلبهم ما حزبيين، ديل اصلا بعدوا، وشعرين عندهم اخوان قتلوا، شعرين انه عندهم ناس ماتوا، شعرين انهم اصحاب قضيه، شعرين كذا، ديل الزول بيقدر موقفهم لانهم ديل فعلا اصحاب قضيه. لهم حق يطلعوا ويقولوا والله ده نحافظ على ثورتنا دي. لكن في اخرين ما سوار حقيقيين. في احزاب سياسيه ضاغط طعم الحكم، سيطر على الفتره اللي فاتت بغفله، ده يرجعوا تاني يحكموا بنفس الطريقه اللي كانوا بيحكموا فيها. هم لما وصلوا لما مسكوا البلد، البلد كانت على الاقل فيها شويه اشراقات. هم وصلوا مرحله اشراقات ذاتها، وصلوا العتمه. بدليل انه المواطن الان ما قادر يعيش. ده شغل الثلاث سنين اللي فاتت دي. جالون البنزين اللي كان ب 28 جنيه بقى ب 1605 جنيه. الرغيف من 50 جنيه بقى ب 50 جنيه. الأخلاق انتهت. الحكاية كلها تحولت إلى مجموعة أقلية حزبية حولت كل مرد البلد لها، خلت الشعب السوداني كله أفقرته. يعني الشعب السوداني ذاته هم دارين بعد ده كله دارين تاني يقعدوا ويرجعوا الحكم في الفترة بتاعت الانتقالية بدون منافسة، لأنه الناس أنا قبل قلت ما بيجوا، فهم دارين يكونوا موجودين بدون منافسة، يكونوا موجودين في الحكم وده يرجعوا له تاني. عدد هؤلاء في الخرطوم الذين يظهروا من القوى السياسيه لم يتجاوز ال 1500 شخص، عشان ما يقعدوا على بالناس نحن حازمينهم رصدينهم بالاسم، لم يتجاوز ال 1500 شخص في كل المظاهرات اللي بتتم في الخرطوم دي، حزاب بس، باقي ده كله قوى سياسيه اخرى. وفي سياق اخر دعا عبد الله مسار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى الالتزام بالاتفاق السياسي الموقع مع البرهان لانه يمثل حلا حقيقيا للازمه. وقال مسار انه من غير المقبول عدم التزام حمدوك بالاتفاق السياسي، مضيفا ان عدم التزام حمدوك هو بدايه الصراع من جديد وعوده الاعتصامات في الشوارع، مشددا على ان القوى السياسيه لن تسمح بسيطره احزاب صغيره على القرار من غير انتخابات شرعية. أخونا حمدوك يجب أن يلتزم بالإعلان السياسي الذي تم بينه وبين فريق البرهان، لأنه ده فيه حل القضية الأساسية، بغير كده هيدخل في صراع جديد. بعدين الصراع الجديد المرة دي ما بنشي بالطريقة اللي فاتت، بيكون مختلف. أول حاجة ما هيكون الشارع الشارع اللي شايفه ده، حيجي شارع اكثر من الشارع اللي بنشوفه يعني 100 مره. شعب السودان 40 مليون، والشعب السوداني يا اخواننا ما بري ولا العرضه ولا العباسيه ولا الديم، بل مكشوف يعني عشان نرسل رساله، ولا شمبات وصافيه، احسن ناس يعرفوا الحقيقه دي. ما المجموعات اللي هناك تجمع لها مجموعه محدده اكثر اقصى حتى 10,000 شعب السوداني، اذا شعبي 40 مليون موجود في كل الدنيا، ولا الشعبي مركز الخرطوم. شعبي ده منتشر في كل السودان، لذلك ما مقبول اصلا الرئيس الوزراء ما يلتزم بالاعلان السياسي، وما مقبول يعمل اي حاضنه بالجنبه نهائي، لا شله المزرعه ولا جماعة أربعة طويلة ولا يحزنون.
عشان نكون واضحين معه. نحن قوة سياسية قاعدين في الساحة، كنا ماشيين بنظام إننا نستمر ونؤيد عشان البلد تمشي لقدام، لكن من اليوم يعرف إنه نحن قوة سياسية لن نسمح مطلقا لأي جهة تقدر تسيطر على القرار السياسي بدون انتخابات. أصله قوة سياسية بدون انتخابات تسيطر على ما في، عشان ما يفهموا إنه الحكاية دي يفتكروا ضعف ولا النازل ما موجودين ولا كده. تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول تقديم عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم محمد أحمد برطم استقالته من المجلس ومغادرته القصر الجمهوري. وأكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي في تعميم صحفي عدم صحة تلك الأنباء، وأنه يؤدي مهامه بصورة طبيعية بما يحقق الاستقرار والنماء للبلاد. وتأمل الأمانة العامة لمجلس السيادة من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والمصداقية والمهنية عند نشر الأخبار. أكدت قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني أنها ليست طرفا في الإعلان السياسي الجديد الذي تم تسليمه لحمدوك ولا يمثلهم في مضمونه ومقتضياته. وكشفت المجموعة في بيان لها أنها تعكف على صياغة مشروع سياسي يستند على الاتفاق السياسي المبرم بين رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة البرهان بهدف التشاور والتداول حوله مع القوى والأخرى لتحقيق التوافق الوطني الذي يؤدي لاستقرار الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن العمل الأحادي وتجاوز قوى الثورة الحية ومنظمات المجتمع المدني لن يحقق الوفاق الوطني والوحدة السياسية المرجوة لإسناد الفترة الانتقالية التي تقتضي العمل الجماعي لإنقاذ البلاد من كبوتها. أقام الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة مؤتمرا صحفيا اليوم بمركز الحاكم للخدمات الصحفية بالتعاون مع المبادرة الشعبية لدعم السلام ومناهضة النزاعات القبلية. وتناول المؤتمر موقف الإسلام من ظاهرة العنف القبلي، كما تم طرح مبادرة لمعالجة الظاهرة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة في السودان بصورة ملحوظة. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي يوسف جاد كريم بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد منبر سلام غرب كردفان. وأكد محمد الحسن برام الأمين العام للمنبر في تصريح صحفي أن اللقاء تناول عددا من القضايا التي تهم الولاية، وفي مقدمتها تحقيق السلام والتعايش السلمي بين مكونات الولاية وكيفية إنفاذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية، بجانب الاهتمام بمعاش الناس وتلبية تطلعاتهم وتوفير احتياجاتهم الضرورية. جئنا لنهنئ مولانا يوسف جاد كريم لاختياره نائبا أو عضوا للسيادة، والحمد لله نشكر على تلبية هذه الدعوة لنا. وجلسنا فعلا كفعاليات وتطرقنا لعدد كبير من المشكلات، من ضمنها المشكلات الأمنية والتفلتات التي عمد ولاية جنوب كردفان وغرب كردفان وشمال كردفان ويمكن بصفة عامة السودان. فالحمد لله يعني تكلمنا معه في المثلث الأمني أو المثلث الذي يحقق الأمن في المناطق اللي هو القضاء والنيابة والشرطة. فالحمد لله سيادته وافق على أنه تعد مذكرة بكل هذه المشكلات وترفع له، ومن ثم يسعى الجميع للمعالجة. أيضا تطرقنا أيضا لموضوع السلام في المنطقة وضرورة الرجوع إلى المفاوضات مع إخوتنا في الطرف الآخر عبد العزيز و صحبه، على أساس أنه نحن المناطق لا تستقر إلا بالسلام والاستقرار الأمني، وبالتالي
الحمد لله سيادته يعني وافقنا على هذه الآراء، وإن شاء الله سوف تعد مذكرة ضافية ترفع له، ومن ثم نقوم بتحليلها وتنفيذها على أرض الواقع إن شاء الله بالتعاون معه ومع أخونا الفريق أول شمس الدين، لأنه هم الاثنين بيمثلوا إقليم كردفان الكبير إن شاء الله. حثت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمم المتحدة على نشر مراقبين في إقليم دارفور بغرب السودان، حيث أدى تصاعد الاشتباكات القبلية هناك إلى مقتل أكثر من 180 شخصا منذ أكتوبر. وطالبت المنظمة في بيان لها بضرورة ضم خبراء في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ضمن المراقبين، وذلك بعد عام من انتهاء مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة حفظ السلام المعروفة باسم يوناميت في دارفور. استقبل الأمين العام لحكومة شرق دارفور الوالي المكلف محمد آدم عبد الرحمن لجنة وقف إطلاق النار بقيادة رئيس اللجنة اللواء معاش سانديب باجاج رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائمة. ورحب عبد الرحمن بالوفد الزائر لولاية شرق دارفور، وقال إن ولايته تشهد استقرارا أمنيا كبيرا بفضل مجهودات الأجهزة الأمنية الرسمية وكافة المواطنين الذين أسهموا في عملية السلام وحفظ الأمن والاستقرار بالولاية. من جانبه أكد رئيس البعثة اللواء معاي سانديب باجاج أنهم طافوا كل ولايات غرب دارفور، وأن الزيارة تأتي بغرض الوقوف ميدانيا على الأوضاع في الولاية. استنكرت منظمة العفو الدولية الاعتقال المتطاول لمحمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية، وندد الناشط الحقوقي الأستاذ حافظ حمزة عضو المنظمة بإعادة اعتقال الجزولي من قبل جهاز المخابرات العامة بعد أن أطلقت النيابة العامة سراحه بعد حبس تجاوز 500 يوم لم يتم تقديمه خلالها إلى محاكمة، مؤكدا موقف المنظمة المبدئي الرافض للاعتقال التعسفي، ومستغربا عودة جهاز المخابرات العامة لممارسة الاعتقال السياسي في مخالفة للوثيقة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ومخالفة للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية والتي قصرت وظيفة الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها. أصدرت هيئة محامي دارفور بيانا صحفيا أعلنت فيه عن تضامنها الكامل مع الدكتور محمد علي الجزولي داعية إلى الإطلاق الفوري لسراحه. وطالبت الهيئة في بيان لها النائب العام بممارسة سلطاته الإشرافية على الشرعية الإجرائية والانتقال إلى مكان احتجاز محمد علي الجزولي لدى جهاز الأمن والأمر بالإفراج الفوري عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الجهة المحتجزة. كما لفتت الهيئة نظر كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان بأن السكوت والقبول بتجزئة المشروعية وعدم المطالبة بالإفراج عن المنتهك حقوقهم من أمثال الجزولي لاعتبارات سياسية أو حزبية أو طائفية تقدح في سلامة ونزاهة الالتزام بممارسة أداء رسالة حقوق الإنسان. أكد مقرر المجلس الأعلى للبيجا عبد الله أبشار أن الاعتصام في مواعيده المحددة في 19 من الشهر الجاري ما لم تستجيب الحكومة لمطالب المجلس التي تتمثل في إلغاء المسار والمنبر التفاوضي. وأشار أبشار إلى تشكيل اللجان للتصعيد وتفعيل اللجان التي عملت في الفترة الماضية، وقال أبشار إن الحديث عن توافق المجلس للمشاركة للمؤتمر الشرقي عار عن الصحة، وشدد أن أي محاولة للالتفاف على مطالبنا مرفوضة، وقال نافيا أن غياب رئيس المجلس الأعلى سيؤثر على الإغلاق، مؤكدا على أهمية حضوره ومضيفا أن المجلس يعمل بكامل عضويته وصلاحيته وفقا للتفويض الممنوح له من قبل الناظر ترك.
أعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارفي المياه بولاية الخرطوم عن قفل جسر النيل الأزرق يومي السبت والأحد الموافق 18 و19 من ديسمبر الجاري. ونبهت الهيئة إلى أن إغلاق الجسر يتم لأغراض تكملة أعمال صيانة وتأهيل المسار الغربي بالجسر، داعية المواطنين وسائقي المركبات اتباع توجيهات شرطة مرور الولاية. كشف تقرير لموقع ترندك إيكونوميك أن السعودية للعام الثاني على التوالي تأتي في أعلى القائمة بالنسبة لأقل الدول حول العالم تأثرا بالتضخم العالمي بعد جائحة كورونا، في حين تذيلت القائمة لبنان والسودان وفنزويلا. ووفقا للتقرير حلت السعودية في المركز الثاني بعد اليابان الأقل تضخما من بين مجموعة العشرين، في حين جاءت البرازيل وتركيا والأرجنتين الأكثر تضررا ضمن دول المجموعة، فيما حلت لبنان والسودان وفنزويلا في المراتب الأخيرة عالميا. شهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دغولو ورئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر باسكال موتي توقيع مذكرة شراكة بين وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع واللجنة الدولية للصليب الأحمر. تأتي مذكرة الشراكة بين قوات الدعم السريع واللجنة الدولية للصليب الأحمر لرفع القدرات والكفاءة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان. من جانبه أكد رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر باسكال موتي مواصلة جهود اللجنة وتعاونها مع قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أهمية الالتزام لحقوق الإنسان والعمل على صيانتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. السيد رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر، السادة رؤساء الدوائر وقادة المجموعات، السيد رئيس وأعضاء وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع، السادة في أجهزة الإعلام المختلفة، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد اليوم أن أكون بينكم مخاطبا جمعكم الكريم، ونحن نحتفل بتوقيع مذكرة شراكة بين وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل رفع قدرات وكفاءة قواتنا في مجال القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان. يأتي هذا التوقيع منسجما مع التوجه الاستراتيجي الذي نهدف من خلاله لتحقيق التطور ومواكبة التقدم العالمي في جميع المجالات للوصول إلى قوات مدربة تدريبا جيدا وملتزمة التزاما صارما بالقوانين المحلية والدولية، وخاصة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. نحن أيضا سعداء بهذه الشراكة لإيماننا العميق بأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحماية الطفل وضرورة التقيد بها خلال تنفيذ جميع الأنشطة التي تقوم بها قواتنا قوات الدعم السريع. السيدات والسادة الحضور جميعا، إن الاهتمام بحقوق الإنسان وحماية الطفل والقانون الدولي الإنساني ظل محور اهتمامنا منذ إنشاء قوات الدعم السريع، وقد بذلنا جهودا كبيرة لترسيخ هذه المبادئ المهمة لدى منسوبينا والتشدد في تطبيقها في كل الظروف. وفي هذا الإطار لقد شهدت الفترة الماضية من هذا العام تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية والورش بالتعاون مع مؤسسات دولية مختلفة، شارك فيها عدد كبير من ضباط وضباط صف من قوات الدعم السريع من أجل تطوير الأداء ورفع تمام الجاهزية لتنفيذ المهام التي تسند لقواتنا بالتركيز على المهام الأساسية المتعلقة بحماية وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية
والتجار بالبشر وغيرها من المهام المرتبطة بتأمين المواطنين والمواسم الزراعية في دارفور وكردفان وبل في جميع أنحاء السودان. وفي هذه المناسبة لابد من الإشادة باللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعاون المستمر مع بلادنا التي تشهد وضعا انتقاليا حساسا يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأخرى للمساهمة في بناء وتعزيز السلام، إلى جانب تعزيز جهود الحكومة في تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي وصولا إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. الأخوة والأخوات الحضور الكريم، نسمن أيضا جهود بعثة اليوناميت وتعاونها المثمر مع قواتنا الذي توج بتأسيس وحدة خاصة بحقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع. نشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذا التعاون الذي نطمح أن يمتد بيننا من أجل تطوير ورفع مستوى الأداء وتحقيق الكفاءة. الشكر كذلك لرئيس وأعضاء الوحدة، وندعوهم للمزيد من الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، ونوجه بمواصلة العمليات والتدريب والتطوير في المجالات كافة. والشكر لجميع الحضور. وبحمد الله الآن القوات لديها قواعد اشتباك تنظم عملها، وكذلك قواعد سلوك لكل الأفراد مرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت النيابة العامة بالبحر الأحمر عن وجود مصوغات ذهبية بطرف النيابة تعود لشهداء طائرة 2003. وقالت النيابة في الإعلان الصادر عنها: على كل وارث أو وكيل للورثة لديه الحق في هذه المصوغات أن يتقدم بطلب للنيابة بالولاية مشفوعا بالإعلام الوراثي والمستندات الدالة على الملكية خلال شهر من نشره في وسائل الإعلام. الجدير بالذكر أن طائرة الركاب السودانية من طراز بوينغ 737 تحطمت أثناء رحلة بين مدينتي بورسودان والخرطوم، حيث سقطت الطائرة فور إقلاعها وتحطمت قرب مطار بورسودان، وكانت تحمل على متنها 115 شخصا لقوا حتفهم جميعا بينما نجا طفل واحد فقط. عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر اجتماعها الأول بالقصر الجمهوري. وقال وكيل وزارة الإعلام المكلف الناطق الرسمي باسم اللجنة نصر الدين أحمد في تصريح صحفي إن الاجتماع استمع إلى تقرير ضاف من رئيس اللجنة ومن وكيل وزارة الصحة عن حالة الأوبئة بالبلاد حتى ديسمبر 2021 والمتمثلة في الوقوف على حالة الإصابة بالملاريا والأوبئة الأخرى بالتركيز على المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون الذي يشهد تطورا وتحولا جديدا في موجته الرابعة. كشف المرافق لرئيس المجلس الأعلى لنظارة البجا سيد محمد الأمين ترك في رحلته العلاجية بالأردن محمد الأمين معلومات جديدة حول الحالة الصحية للناظر. وقال الأمين إن الفحوصات الأولية بالسودان أظهرت التهابات أثرت مؤقتا في عمل الكلى، تمت السيطرة عليه تماما. وأضاف وفقا لصحيفة السودان أن الكلى صارت تعمل دون حاجة لمساعدة، وأن الفحوصات اليومية لوظائف الكلى مستقرة، ويتوقع خروج الناظر ترك من المستشفى قريبا. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إن القيمة الخليجية 42 أكدت أن الأمن المائي للسودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. وأعرب نايف عن دعمه لحقوق البلدين في مياه النيل، رافضا التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: توقيع اتفاق بين الحكومة الانتقالية ومسار الشمال، والبرهان يقول القوات المسلحة تبقى وفية للشعب السوداني وتسانده للوصول إلى انتخابات حرة،
رئيس تحالف نهضة السودان التيجاني السيسي يقول إن الاستقطاب السياسي زادت وتيرته في السودان ولا بد من وفاق وطني للعبور بالمرحلة الانتقالية. ورئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار يقول الشارع الذي خرج بعد قرارات 25 من أكتوبر شارع مصنوع وفيه ثلاث جهات. الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة يطرح مبادرة لمعالجة تفاقم العنف القبلي في السودان. ورايتس واتش تدعو لنشر مراقبين في إقليم دارفور بغرب السودان. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. وننوه مشاهدينا الكرام إلى ضرورة ضبط أجهزتكم على التردد الجديد الظاهر أمامكم. إلى اللقاء.